يعتقد البعض أن تناول الشوكولاتة يجعل الإنسان سعيداً. دراسات عدة أثبتت أن الشوكولاتة تساهم في إطلاق هرمون الأندروفين في أدمغة النساء، الأمر الذي يجعلهن تشعرن بالسعادة. هرمون الأندروفين يساهم في تخفيف الألم وخفض الإجهاد وتعزيز الجهاز المناعي، ويحسن المزاج ويبث السعادة. هرمون الدوبامين من بين الهرمونات التي تعزز الشعور بالسعادة، والشوكولاتة تساعد على زيادة إفرازه. الشوكولاتة تحتوي على عدة مواد تعزز الشعور بالسعادة على غرار المغنيسيوم الذي ينتج هرمونات مسؤولة عن السعادة والمزاج الإيجابي. دراسات أثبتت أن استهلاك الشوكولاتة يساهم في تحسين الأداء الإدراكي بطريقة تعتمد على الجرعة، فكلما زاد استهلاكها كلما تحسنت الوظيفة المعرفية للمستهلك. دراسات علمية أخرى راحت للقول إن مكونات الشوكولاتة تهضم قبل أن تصل للدماغ، ما يؤكد أن حبنا للأكل يطلق تلقائياً الإندروفين، وهو ما يخلق مشاعر السعادة أكثر من محتوى الشوكولاتة نفسه. وأنتم، هل تتغلبون على مزاجكم السيء بتناول الشوكولاتة؟ شاركونا رأيكم.